قبل ما حضرتك بس تقول لنا رأيك، خلينا نشوف رأي كابتن محمد يوسف في مباراة بكرة ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. مباراة أنا بقول صعبة لكن مش مستحيلة، احنا عملنا ريمونتادا قبل كده في كذا موقف وفي كذا مباراة، تاريخ النادي الأهلي مليء، كرة القدم فيها كل حاجة، وأنا بقول إن احنا أهم حاجة عندنا إن احنا نبقى منظمين جدا، أولا لاعبتنا متفائلة وعندها روح وعندها إصرار إنها تلعب مباراة ونكسبها، أهم حاجة نكسب المباراة. بصرف النظر عن اي نتيجه او عدد اهداف، لكن احنا اهم حاجه واحنا نازلين المباراه ان احنا نكسبها، نفوز بالمباراه، وبعد كده ترتيبنا وتنظيمنا جوه الملعب هو اللي هيدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. انا شايف ان احنا مهم جدا ما نستقبلش اي اهداف، وبالتالي طول ما احنا شغالين بالفكر ده وبالنظام ده اكيد ان احنا هيجي لنا ان شاء الله فرص وهنقدر نستثمرها. زي ما قررت تاني وبقول ما فيش حاجه مستحيل، يعني صعبه لكن مش مستحيله، كره القدم فيها كل حاجه، وشفنا فرق كبيره في العالم كله لعبتنا الحمد لله، الفوز بتاع مقصه ادى معنويات كويسه، وعايز اقول كمان ان احنا قافلين على نفسنا في المعسكر، فنتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق بكره ونفرح جمهورنا ان شاء الله. والشريك الاساسي في بطولات النادي الاهلي، ودي حاجه ليس عليها اي غبار، وبالتالي انا شايف ان بكره هيملوا الملعب، ودي هتبقى نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا، لان جمهور النادي الاهلي انا شايف انه بيفرق جدا معانا لما اللعيبه بتنزل وبيكون موجود جمهور وعدد كبير، ليها طبعا مفعول السحر. يعني بقول لك مش وقت كلام خالص، احنا لعبنا مباراه هناك ومش عايز اتكلم عليها، لكن اللعيبه حاسه بالمسؤوليه وحاسه بقيمه المباراه، ومهمه جدا حتى اذا يعني لا قدر الله اضعف الايمان يبقى نكسب المباراه ونكسب بعدد اهداف كويس، تخرج بكرامه، حتى لو خرجت يبقى بكرامه، طالع بكبريائك. والنادي الاهلي طول عمره كبير، النادي الاهلي مش بطوله هتاثر في تاريخه ولا بطوله هتاثر في اسمه، لكن مهم جدا ان احنا نرد اعتبارنا ونرد كرامتنا من هذه أولاً.